ان هي كل ماتش يقدروا يفوزوا بيه وياخدوا 3 نقاط علشان تقدر تحقق هدفك. اول حاجه تعالوا نبتدي بالاهلي. الاهلي عنده اسوان في بترو سبورت، المباراه بتاعت اسوان وهتتلعب في بترو سبورت. انت هتقول لي طب وليه ما راحوش اسوان؟ هقول لك لان هناك الاستاد مش جاهز، فبالتالي الماتش هيتلعب في بترو سبورت، واسوان اصلا هم عايزين يلعبوا هنا في القاهره، فدي حاجه ما تخصش النادي الاهلي. بعد كده عندك وادي دجله في القاهره، وبعد كده عندك سيراميكا في القاهره، وعندك الاسماعيلي في اسكندريه تمام، وانبي في القاهره، وطلائع الجيش في السويس، والمصري في اسكندريه. بص الماتشين دول ورا بعض صعبين جدا، المصري في اسكندريه والجونه في الجونه، واسوان اخر ماتش ده هيكون في القاهره. في المقابل نادي الزمالك ناقص له مين؟ ناقص له 7 مباريات. افتكرت بصراحه تصريح كابتن سيد امبارح. 7 مباريات، قال لك ايه؟ غزل المحله في اسكندريه، الاتحاد السكندري في اسكندريه، الاسماعيلي في الاسماعيليه، وادي دجله في القاهره، سيراميكا في السويس، والانتاج في القاهره، والبنك الاهلي في القاهره. دي المباريات المتبقيه للاهلي والزمالك في بطوله الدوري. الاهلي ناقص له 9 مباريات والزمالك ناقص له 7 مباريات. ففي كل الاحوال احنا عايزين نكون متاكدين في حاجه، بس قبل ما اطلع فاصل يعني في جزئيه مهمه عايز اقولها. عايزين نكون متاكدين من حاجه، ان احنا عندنا فرقه جامده جدا، عندنا لعيبه مميزه جدا، وانا عايز اخص بالذكر بالتحديد محمد هاني، لان محمد هاني بيواجه عدد من الانتقادات الغير طبيعيه. وانا بستغرب قوي الناس اللي ممكن سواء بقى فنيين اعلاميين او بعض الجماهير اللي ممكن يقول لك ايه اصل محمد هاني وحش قوي الماتش. انا هو انا بقول لك محمد هاني كويس؟ لا، بس في نفس الوقت محمد هاني رجع من اصابه طويله، محمد هاني ده اللي عمل كاس عالم محترم جدا، محمد هاني ده اللي ساهم في بطولات الاهلي على مدار السنتين اللي فاتوا بشكل بارز، محمد هاني ده اللي شال الفرقه بعد ما احمد فتحي مشي. لعيب كبير عنده شخصيه كبيره، ابن من ابناء النادي الاهلي. فانا دوري انا دلوقتي ان انا اساند محمد هاني كمشجع للنادي الاهلي، مش شطاره مني ان انا اطلع اقول ده ما عندوش فكره، ده ما بيعرفش يلعب. لا انا مش كده بثبت اهلاويتي، لا خالص. لازم اكون منطقي في النقد وابص لمستوى اللاعب قبل كده كان عامل ازاي. دروب حصل او اتنين مفيش مشكله خالص، فده امر مهم. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل حديث عن مباراه الامس، وفي جزئيه بالتحديد كده عايز اعلق عليها، بس بعد الفاصل استنوا.